ولدت لائحة صوت الناس في صيدا المدعومة من التنظيم الشعبي الناصري واللقاء الوطني الديمقراطي لتكون صوت الناس رفضا للظلم والفساد المستشري وفي مواجهة غلاء المعيشة والظلم الاجتماعي. بالإضافة للعمل الإنمائي والمشاريع لازم نركز على العامل الإنساني مع الناس، لأنه مدينة صيدا بتستاهل أنه الناس اللي فيها تعيش عيش كريم. بنعرف أنه في وجع موجود باللقمة بفرص العمل، يعني حرام مدينة مثل صيدا يكون فيها مثل المستشفى التركي صار له 4-5 سنين موجود ولهلا ما اشتغل المستشفى. وقد جال أعضاء اللائحة في أحياء صيدا والمدينة الصناعية حيث التقوا في الجولة عددا كبيرا من المواطنين واستمعوا إلى معاناتهم من جراء الأزمات المعيشية والخدماتية. بيجي لهون وبزور البابا وبطلع على اخواتي بنكون مرقين، ونحن هيدا نحن من هون من هالنقطه عم نثبت للناس انه نحن منكم، بنشتغل مثلكم بنتعب مثلكم، ما وصلنا للي وصلنا له بالهين، كلنا تعبنا واهالينا تعبوا لحتى وصلونا للي نحن فيه، والحمد لله ونحن عنا اياهم بالدنيا كلها وعنا كل اهل صيدا بالدنيا كلها، ونحن عم نشتغل وعم نتعب وترشحنا لأنه بدنا نوصل صوت الناس كلها. وعبر المواطنون في خلال لقائهم أعضاء اللائحة عن وجعهم من جراء تردي الأوضاع المعيشية وطالبوا بإيلاء الشباب الاهتمام في البرنامج الانتخابي والعمل لتخفيف وطأة أزمة البطالة التي تعصف بأبناء صيدا.